ابراهيم، في اللي قاعد تسويه؟ ابراهيم فكني. لا تتكلمين كثير، ترى ما في حد يسمعك غيري انا. احنا وين اصلا؟ احنا مع بعض. ابراهيم فكني. ابراهيم تبين تطلعين؟ ليه قاعد تسوي كذا؟ ليش؟ لأنك ما تركتي لي أي حلول. أي حلول قاعد تتكلم عنها؟ أنت صاحي؟ يمكن أكون ماني بصاحي، بس اللي أعرف أني ماني بخايف. إبراهيم طلعني من هنا الحين. عمرك سمعتي عن مخطوف يطلع كذا عادي ببلاش؟ وش اللي تبي مني؟ إذا تبين تطلعين من هنا قدامك حل واحد بس، نتزوج والليلة. شو اللي قاعد تقوله؟ شلون يعني نتزوج؟ حور يعني نطلع من هنا نروح لجدك عمك أي أحد ممكن يزوجنا. ما في أحد بيوقف وجهنا دامك أنت بتكوني موافقة. وانت شايف ان هذا هو الحل؟ مين اللي بيزوجنا؟ تبين نتزوج بهذه الطريقة؟ عمرك ما بتفهمين؟ لو جلست لحقك مليون سنة ما راح تتخذين قرار؟ تقعدين حول مشاكلكم وتتحججين فيها؟ تبقين خايفة؟ إبراهيم قاعد تسوي هذا قاعد أثبت لي إنه كل اللي أنا كنت خايفة منه صح؟ إني أنا خطفت أخوك؟ إيه؟ شايف شو قاعد تسوي فيني؟